صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في درس سابق بأن المصلي إذا ترك سجود السهو بسبب نقص في الصلاة بطلت صلاته، فهل يجوز له أن يأتي تقدم إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: تقدم بأن المصلي إذا ترك سجود السهو بسبب نقص في الصلاة بطلت صلاته، فهل يجوز له أن يأتي بسجود السهو بعد السلام مباشرة ثم يأتي بالتشهد بعد ذلك ويسلم؟ ما أذكر أنه قلنا أنه تبطل صلاته، لكن يقولون إذا ذكر قريبا يسجد، وإذا تطاول الوقت أو خرج من المسجد فإنه يسقط عنه سجود السهو. نعم، انتهى. حسنا الله تعالى.